يوسف راهي موجوعة، حاسة ان انت شلكتها برشا. ليش انا خيش عملت لها؟ سي فينيز بور ليترنيتي. كي نحكي لك كل شيء ترجع لي؟ نوزة هذي شنو تنجم تكون تعرف؟ جيت بشي قولك لينا بشي سلم راحي ولا بشي سير يسير؟ سلم روحك وربي معك. الخدمة ريم مش تخدم. وانت ديما شاد الدار شنو شاد بيروكا؟ سيري ملا كيفاش ما عادش يرجع شي؟ هادي فديت من الحسر والقاعدة في الدار، قلت يا اخي هارب على شنو؟ انا خذلت روح، قلت نسلم روحي للبوليسية، مشيت للبوليسية قالوا لي ماكش رجع شي. الرجال ما فيهمش ماء. كنت تطلع عنده صاحبة انا منشرب له عيني وعينيها. النجم ونهرسه، اما هرس سبيسيال شوي. اما هرس كيفاش سبيسيال؟ زواج عرفي. هذوما زوز منين اللي كنت ياسين، وهذوما زوز منين اللي كنت حليم. ومن اليوم انت ما عادش نحبك تخدم في الديار، وانت ما عادش نحبك تشوف. واضح؟ شكون قالوا لي ما عندي بورتاب؟ نعرف عليه. انا الاربع بورتابلوات في البيت انت اللي تشارجي فيهم. علي تحب كان على بورتابلو هنا؟ والله ايش تحبني نقول لك؟ شنو هادي؟ وليت تقول؟ وانت ايش بيكثروا لي ترانسفير نتاعك لايام تلخ؟ بستانس ضريبه وقص. اليوم في السماء غدو تلقى روحك تحت التراب. مش مشكل بابا، حتى تحت التراب تلقاني بجنبك. التليفون كان نهار كامل وعند المربية يخدم وركلها وكان مصور بزيت. اسمع حروس، كان تيح كرة عليها الناس الكل. يا معلم وراوج زادت نجم توصلك حتى 7 سنين. انتي اسقط عبد ريتو في حياتي، حاب لي برشا وقت باش نفهمها، وتوا كي فهمتها ما عادش نحبك تدور بيا. هذاك علاش من غدوة تو يجيك واحد من جماعتي ويثبت خداش من بلوق قاعد تخرج. فما حتى مشكلة سي يوسف، مرحبا بيا. اسمح لي زعماش نسير الشوكولاتة. يجب من الشوكولاتة ونشكرون عيد غير. تعرف أهم حاجة في القضية شنية؟ الشوكولاتة والجزوز لحمة. وتوي جي نهار ونقول لك علاش. بس خليني بريما، وشنو تنحيها السنة؟ نحيها وقت اللي نوليو نروحوا لدارنا ونطيبوا عشينا مع بعضنا، مش وانا وياك نتقابلوا في النهار وانت تروح في الليل تقول علينا مصاحبين بعضنا في الليل. هارون، شفت روحك عمرك بك فرحان؟ كتبنا صديق بسرقة راه. كان نسمع بعض. ولا فك علي، ما بنحب نخمم شو يصير. وانت؟ ديما تنغنى. لا 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 مانيش نغنى. أنا نحب جوز تبدا معاك تكرهو. هي ما يمكن هكا خير، ما تخلقش منك. ما تخلقش منك يا بنتي، الحياة من مخك الحكاية هذي. تو برأس أمك أنا مندري نتا واحد هز شريو يدور في مجازان. ما عادش أنا نبدا معاك تخون كيل شيخ. عادنا يزي فيه البركة. والله يا حاتينا مش تحبينا. شو ضحك فيه؟ نقولك اللي أنت وليت مدام بشيخ. كبير يا مسيو بشيخ. مدام يا مسيو بشيخ يقضيهم في السوبر مارشي. يا بابا يا بابا يا بابا. اسأل على صاحبك استغناش. أما صنعة هي بيدها معروفة ريم، ملي في الفاكلة في عب 7 ريوز. أنا التولة شديت عليها حتى بخاف. أما ظاهرة الشيء اللي تعم فيه مش مقابل بعضه. بمشي نحل باب. هاي بر مهدي راه قدام باب. شنو؟ مهدي قدام باب. وانت منين تعرف؟ انا عطيتو رونديفو. شوف جينا يبكي بدموع قدامينا والياس، حاس لي انت لعبت بيه وحبنا نعاونوه. تقابلوا فركوا هالرمانه، كان ما تفهمتوش ما عادش تقابلوا جمله. هكا سيرين وانا عندي فيك ثقه. راهو تلاق وخربين الديار وتخلقي الصغار، ما فهميش ما اسهل منه. الصلح هو اللي صعيب. انا هاني مروحه. وين مروحه؟ ترس غادي. اسمع طفل درجين ما عجبكش كلامه وما عادش تقابلوا جمله. سيرين؟ لا سيرين لعمر بزور، ما عادش نفهم شي انا تو. أنا في بالي بيك عندك كلمة، وفي احنا زوز أنا الكذاب، أما أنت ظهرت ماكش ناقصة. يا أخي نحلم ولا تعارك فيا؟ تقول لي صاحبتك حبلة ومن بعد جيت حاسبني أنا؟ ملا رقعة فيك. مش تفهمنا نحكي لك كل شيء ترجع لي؟ إيش بيك فسعت؟
نفسع بيك ونكذب عليك وكان عجبك من فوق. يا اخي في بالك انا نحب نجيب منها صغيره؟ لا ماني قلتلك ماشيين في الشارع يا اخي دعثرت فيك حبلتها. تنجم تسمعني تفهمني؟ ملي انت بعدت عليا الرولاسيون تاعي انا وسليمه ولات انسوبورتابل، وفهمت اللي كان بيناتنا كانك الفازات وكا تليفونات اللي بالسرقه ولا سمس اللي تحت حسمس كانوا يعجبوني تو مشاو على رواح. العرس والحلال والستابيليتي والكيليبغ ما عجبوكش. انت مهدي ماك نوع العباد اللي ديما يبكي على اللي ما عندوش. ماهوش صحيح، انا ينطبق عليا مثل من كان في الجنه ولم يشكر خرج منها ولم يشعر، وانا نحب نرجع للجنه اللي كنت عايش فيها انا ومرتي وبنتي. باهي سور ان بلان براتيك كيفاش باش نعملو؟ باش تولي ماشي جاي عليها الاخرى سوا ديزون باش تطلع على ولدك، وكي يجي بحذانا باش يعدي ويكاند باش تجيني هذيك لداري سوا ديزون باش تروح بولدها. لا يا سيدي ما يساعدنيش، مانيش دخفه نتاعك انا. شو معناتها؟ معناها ما فماش حل؟ فما حل. شنو؟ طيح اللي في كرشها. ريلاكس مهدي تفتق ميرسي. تفرحش برشا مضرحة. سكت عليا قال لي مضرحة، هذه أقل حاجة، أقل حاجة تكلفت لك زوز ظروس. اللي يعجبني فيك عمري ما نجم نعدي عليك. أمان بعد المشاكل كل اللي عندك في الخدمة مشيت شريت لي ريلاكس. صحة لحبي. عايشك. أنا اللي منرفزني عمري ما خديت لك حاجة على كيفي، ديما أنت اللي تطلب. أي حتى أنا حاجة تقلقني هذا. هذاك علاش ريلاكس؟ شي تخو كونتونت فريمون، بروميامون على خاطر هديت لي مونكيلا، دوزيامون على خاطر هديتها لي وأنت منطف، مي سا سي أون فغي بروف دامور. صار أنت مزدت حاجتك بدي بروف لي أنا نحبك؟ أون أ توجور بوزون دون بروف، أون ريلاسيون سي كوم أون بلانت، سا سونتروتيان. مالا حلوة ضربة لونتروتيان اللي عملتها لك؟ إي لا. إلي فريمون مانيفيك. وقتاش نكتب بصديق؟ وقت اللي تحب. باهي مالا راك حموركم مع داركم وشوف الدات اللي تساعدكم وقولوا لي. شو فما هالزربة انت اذا كل شو بدلك رايك والحب اللي هبط فرد النهار. مو دليل فض مشاكله ما يسوب الشيخ. تا واحد خوه شعر اللي دخل الحبس ويخم في العرسة. عندك حق. ما ثقلني ما بلدني مرشتك. جو نبونسي با كو مشكلة دالي اللي غراف ا سو بوان. مش مشكل. توا المهم نتلاقيو بامورنا فازيتنا. الحمد لله. حتى امي حكيت لها على العرس. بون من الاول مهمت شويه، اما في الاخر هذولي باش تركح. قالت لي ما فهمتش علاش ولادي ما يحبوا يجيبوا صغارهم كان في الحرام. يا اخي حكيت لها على كل شيء؟ هي علاش باش نخبي؟ ما فهمتش علاش كرش كلتها ولا كبرت. لا غالب كل شيء فيا في شنو. اما من هنا العرس كرشك باش تولي على حلق، كيفاش باش نخبي؟ سيد امي قالت لي بضيعنا ديما مفضوحه، ملا كلام عندها. باس هذيك راسها بعد اربع شهور جابت طفل. امك خالتي اما ما خليتش في قلبها. هذه يوم يتكلم هكا تخلينا برا شي نجم يقولوا. شنو الحل؟ هو توا ما عادش فما حل وانت شاده صحيح. ولدي نهار اخر واحد يقول له يا مرقود يشد يفش ودي ما يمشي. اي سي جافورت توا عاده نتصور فات الفوت ما عادش نجم. ما عادش نتصرفوا نلقاو حل مو. كنت طالعه فاش قاعده نعمل انا توا نخلص عليك لاديسيون. مش وحده مش حاحه كيفك تخلص سي كو فريمون امبوسيبل باش نطلع. شنو واش قاعده تعمل؟ نشربوا في قهوه انا؟ انا مانيش قاعده نشرب في قهوه توا. اللي قاعده تعمل فيه سي اون غالاسيون افيك مهدي. اي كذبت عليه كذبه بيان سور. باش تسهلها سو بوان انت هذا ماش فيها خلاص هكا. قلت له ماشي الحجامه. ما مرقك عزة؟ قلت له تلاوش في خدمة. لطف عليا أنا نخدم. يا أخي عمرك ما خدمت سليمة؟ سي دون لا موت دايوغ جيمري بيان أوفغيغ ماغازان دو شوسيغ سينو محليني من بلاصة لبلاصة لاوش في خدمة ولا شهارة في شركة. و لطف عليك شبيش يقولوا عليك العبيد و يا أخي بربي شنو آخر كتاب قريته؟ كتالوج غوتشي اما فيه سبابت يدوخو. وانتي شنو اخر كتاب قريتو؟ غسين ولا تحصين؟
باهي سمح فيها لاديسيون. قولي اش قاعده تعمل؟ قاعده نحي في لحمي ودمي في ولدي باش ما يخلوش جبتو في الحرام. شفت قداش نضحى عليه هنا مهدي؟ ما فهمت شيء. ماني قلت المهدي انا حبله باش نجيبو للثنايا، وانا بيان سور مانيش حبله. لا مهبوله فريمون برافو. الحمد لله عليك فهمت. سينو تفهمنا باش نعرسو وزيد قلم ويا لي داكور سيت فوا. هاي مبروك عزيزتي. شنو احوالك لاباس؟ الحمد لله. اسالوا على احوالك سي يوسف. الحمد لله لاباس. عيطت لك اليوم، عندي موضوع حساس شويه. حتى انا قلت عندي توا تقريبا 10 سنين نخدم معاكم، ما قابلتك فيهم كان 8 مرات. ديما مسانس نتعامل مع سي نبيل وسي لطفي. اي نعرف، يعطيك الصحة داير، هم يشكروا فيك ويشكروا في خدمتك. ربي يستر، وإن شاء الله نكونوا ديما عند حسن الظن. حبيت نحكي معاك المرة هذه خاطر القضية شخصية شوية. أنا على ذمتك. نحب نطلق. كما تعرف سي يوسف أنا جسوي أنا أفوكا دافير. أما ما ثم حتى مشكل، نجم نخدم القضية متاع الطلاق على خاطرك سونز أوكان بروبليم. ايه نعرف اللي الطلاق ماهوش اختصاصك، اما انا طلاقي سبيسيال شويه، هذاك علاش انا حاجتي محامي دمدوم وثيقه كيفك. كيفاه سبيسيال؟ بنجم يكون كان طلاق بالتراضي ولا انشا ولا للضرر. هذايا له طلاق بالتراضي لا طلاق انشا ولا طلاق للضرر، هذايا طلاق يوسف الشيخ. اما سامحني سي يوسف، كان تنجم تزيد توضح لي شويه. نحب نطلق مرتي من غير ما تسمع بيا ويمشي في بالها ديما اللي هي معرسه بيا. امبوسيبل. امبوسيبل ني با فرونسي. صدقني سي يوسف، الحكايه هذه جيب لهاش اكبر محامين في العالم، والله ما تنجم تصير. امبوسيبل، ما فيها حتى حل قانوني. في بالي شفت مع محامين اخرين، لو كان جاي ثم حل قانوني رانا مانيش نحكيو فيه الموضوع. حاجتي بحل غير قانوني. وانا لازمتك فلوس تدخلات مع القضاء، لازم. شوي بريتو. سامحني سي يوسف، هذا مش اختصاصي وانا ما نخدمش هكا. كان تشوف محامي واحد اخر يشوف لك الحكايه نتصور خير. قداش قلت لي عندك تخدم معايا توا؟ قربت العشر سنين. عشر سنين وانت تكتب في الكونترات ويت بتاعي من بيروك ما تخرجش، سقيك في المحكمه ما حطيتهمش، ونتصور اللي ثم كونترات ويت خدمتهم الكاتبه بتاعك كوبي كلي على الاورديناتور، ما تبدل كل سامي. الله الله ما شاء الله. دورت معي مليح وصورت الخير والبركه. ووقت اللي طلبت مني باش نتدخلك في الكونسيسيون بتاع الدوله باش تستغل 200 هكتار زيتون، يظهر لي عاونتك. هكا ولا لا؟ في بالك اللي التدخل بتاعي ما كانش عمليه قانونيه برشا؟ يا راجل شبيك مكشبر؟ انا راني مانيش حاسدك، بالعكس. اما تغيظني كي انا نعاون احبابي وهما ما يقفوش معايا وقت اللي انا نبدا حاجتي بيهم. عندك نهارين باش تخمم فيهم وتجيب لي حل غير قانوني. يجبيك ساكتة ديما تقابلك السراقة في بابور ساعة تقصى حلو ودي تقولك السراقة. كما جيت حبلة أنا عملت معك كيس. مبروك والله، أنا في بالي ربي يهني وربي يوصل بالسلام. يعيشك. آه.
حاب نعرف كان مرتي عندها ريلاسيون مع راجلك. مرحبا. شوف انا نعرف انت شخصيه مهمه وقلت سيرت الماما عندكش وقت باش تضيع وندخل ديريكت في الموضوع خير. علاش تحبني نجاوبك؟ خاطر انا ماما الموضوع هذا يهمنا الزوز وانا نحب نعرف كان مرتي وراجلك عندهم ريلاسيون مع بعضهم كاو. انا اللي حكاه لي راجلي اللي انت ومرتك حبيتوا تقلبوا في فلوس ومرتك حبت اما يوسف ما حبش. وانت جدت عليك الحكايه هذه؟ ما هي سيت اون فيرسيون وما نكذبش عليك مساعدتني. انا يظهر لي اللي مرتي عملت ريلاسيون مع راجلك على خاطر ما تحبنيش ندخل الحبس. سي بيان والله طلعت بنت امها وقفت مع راجلها يكارك فرحان عاد انت. وانت الحكايه هذه ما تقلقكش؟ شوف انا يوسف عرفته هكا مش عقاب عمره وش نقوم نبدله مادام انا نقعد مادام بالشيخ الباقي الكل ما يهمنيش فيه نعمل روحي لا ريت ولا سمعت المفيد يدور يدور ويروح للدار. باهي نجمش تعاوني انا باش نعرف كان مرتي عندها ريلاسيون مع راجلك وطلعت فما ريلاسيون شنو باش تعمل؟ باش تطلقها؟ بون انا توتفاسون باش تطلقها مرتي. مالاش يهمك فيها؟ مش مقلق في الحكايه؟ راجلك مساح بيا القاعة وكان يطلع العب بمرتي مش نعدي له الحكاية هذي وتنجم توصل له الكلام هذي. لا يعيشك هذي أموركم ما دخلنيش أنا. تعرفش قداش نكره راجلك؟ ما تنجمش تكون تكره قد ما نكره وين؟ قاعدة مع الفلوس؟ أونتخ أوتخ الفلوس، البوفوار، برستيج، برشا حاجات أخرى. انا ماذا بين نقتل تعمل عليا برمزية انا حبلة سيدي طلعت فل نعمل فرق تونس كامله تقعد تهدري بيه وما الفرحه نقعد نبكي ونغرد 7 ايام و7 ليالي.